التصاوير التماثيل الأصنام 关于画像以及雕塑像 أول شرك حدث في الأرض بهذه شبهة التصاوير والتماثيل 在大地上最早出现的举办就是由于画像和塑像 لا يمكن أن يكون عندنا تمثال صنم في البيت إذا كان في البيت لا تدخل الملائكة 不允许在家中有画像和塑像，如果家中有画像和塑像，那么恶魔。لا يمكن أن أجعل تمثال لأبي أضع مثلا صورة الأب والجد في البيوت ولا تخرج الملائكة 如果家中有画像和塑像，那么天使们就会离开你的家。 لأن بهذا حدث أول شرك في قوم نوح عليه الصلاة والسلام 这是大地上最早出现的举办在诺哈时期就出现这样的举办 لا يعظم إلا الله سبحانه وتعالى 我们信是只崇拜阿拉是伟大 هذه التصاوير التماثيل تؤدي إلى الشرك الأكبر 这些塑像和画像会导致举办大举办 نعم والصورة الوجه إذا زالت معالم الوجه في الصورة أو إذا تمثال نزيل الرأس كامل يصح وإلا لا يصح 如果是画像应该消除它的面部的画像以及塑像消除它的头部那就可以了 ثم هؤلاء أهل التصاوير والتماثيل يضاهون خلق الله أرادوا أن يصنعوا كما صنع الله سبحانه وتعالى وما استطاعوا 有些人他们试图模仿安拉创造去画像和塑像 ثم هو يعذب بهذا الذي يصور ويمثل 他因为这种画像和塑像会受到刑罚 فلا يمكن أن نقتني هذه الأشياء الأصنام ونجعلها في بيوتنا 不允许把这些画像和塑像放到自己的屋里 نعم